يعرفون حتى لو ما عندهم ساعات بالنقوم في الليل يضبطوهم بالنقوم. هذا النجم يطلع ساعة كذا كذا يغيب كذا كذا، هذا النجم نص نص الليل يطلع، هذه آخر الليل يعرفون أتعود، يعني العين 24 يعني 12 ساعة من سلم الشمس اللي يطلع منهم في الجو يعرفوا النجوم كلها أربعة، يعرفوا النجوم هي النجوم في الجو كلها تمشي، مش نجم ما يمشي ما عدا القطب الشمالي ما يمشي. وهذه الساعة الرملية في وش تفيدكم؟ هذه الساعة الرملية يعني عبر عبر محيطات، فعندهم شيء يسموه باطلي حبل وعلى دواره دور هكذا ترخ، وعندهم حسابات حسبوله يسموه جيره. هذه الرمليه اذا وصلت الجيره راس الجيره البحر العقد هذيك الواحد تشوفه ويتمشي تمشي 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 شوف تمشي تمشي حتى خلص الرمل دوار هذيك ما تمشي مسكه، يعني شاف كم جيره مشت السفينه على مسافه الريح وغيره. ولكن لحساب ثاني اذا كان الريح من قدام وموجه والسفينه هكذا تعمل يكون الممشى قليل والخير في البحر ما تجد، خصوصا كم واذا كان مشي متفر والسفينه ماشيه بسرعه والتيار معها يكون تحسب حساب السفينة تمشي أجد عن الباطلة هذه. والنوخذة سعيد العريمي وغيره من النواخذة كانت خطوط سفرهم معروفة لديهم، وكل خط سفر له موسم معين في السنة، لأن الاعتماد في السفر سابقاً كان على الشراع، وحركة الرياح هي التي تحدد اتجاه سفرهم. وين كنتوا الخطوط السفر مالكم؟ وين كنتوا تسافرون لما تنطلقون من هنا من صور؟ احنا هنا السفر لمواسم. مواسم. أول هذه عندك من راس لحد وانت رايح جنوب أو شرق. ما تقدر تسافر إلا من بعد شهر ثمانية. شهر ثمانية تغير الرياح الموسمية، نحن بعد ما نسميه الكوش، والتيار اللي في البحري إذا كان الكوش كان تيار بحري مسوي تيار يكون من جنوب يجيك، هذا يبتدي تقريبا من شهر خمسة من شهر خمسة. شهر خمسة أو ستة إلى نهاية شهر ثمانية. أما هنا عندنا الخليج هذا مفتوح تقدر تسافر في أي وقت، صيف صيف ما عندك ماشي رياح يعني معروفة موسمية أو تيار أو غيره ما شابه. وكذلك في محلات إذا زاد عليك الهواء أو الريح تقدر توقف حتى يهدن الريح يخف وتسافر مرة ثانية. هذه إذا كنت رايح صوب الخليج. صوب الخليج هذا كل وقت، ولكن الجنوب لا أو الهند الموسم هذا موسم الشتاء من بعد شهر ثمانية تبتدي من السفارة، وهي قبل الثمانية يسافر في أول سبعة إلى الخليج جايبين أخشاب من أفريقيا أو جايبين فحم أو جايبين ما أشبه ذلك، أو عندهم كذلك أسماك مجفة ساردين ما ساردين هذين، سافر الخليج. خليج. سافر الخليج كل حد لما يعرف مكان اللي قاصدنا دبي أو البحرين أو قطر أو الكويت أو داخل الشط، أكثر المواني ترى هي دبي. دبي. دبي وقطر والبحرين واللي شغل ما قليل منهم، اللي شغل خلال السعودية ولا أغلبهم ما شغل. الكويت. بعدين الشط العرب. سواء إيران صوب إيران، سواء العراق صوب العراق، العراق حدهم إلى العشار، والإيران حدهم إلى المحمرة يسموه قرمشة. هذه ما أظن. هذه الغنقة. هذه الغنقة. هذه اللي عندك. هذه الغنقة. أها. موجود. والسمبوك هذه ما تشوفه صغيرة اللي سمبوك هيك خلفية واحدة خلف هذيك السمبوك. وهذا ايش؟ هذه ماشوة حق التابلة. ماشوة مال الغنقة. تابلة السفينة. هذا في ايش تستخدموها الماشوة؟ هذه للسفينة للنزال البضايع. يوم توصلوا مرسى؟ ينزلوا فيها. يشيلوا فيها بابرة. يشيلوا فيها شيء من سمان السفينة اللي بربي يصلحوه ولا شيء، أو عندهم حمول بسيط حملوا فيها أو نزلوا هذه.
الحاجة، وفي واحد طلع نسمه هوري، هذاك الحاجة البسيطة بس. يوم نفر ولا نفرين ينزلوا في الهوري، في الهوري يكونوا. سافر بحفظ الله، سافر وقت الغمشة، ترجع باكر دارك الساحل ينادي. والسفن عندما تتحرك من صور تكون محملة بالبضائع، ويحدد نوعية هذه البضائع الوجهة التي سوف تسافر لها السفينة. فالهند مثلا لها بضائع معينة تختلف عن تلك التي تذهب للخليج أو لليمن أو لسواحل أفريقيا. طبعا هذه تكون أشياء خصوصا عندما الخليج صار تصدر الخليج مني، تصدر الطبق وتصدر اللوم القاف، وقسم يعني من تعرف النخل سموه دعون، ومن قدوع النخل هذا مكسور من البحرين وهني بس ما بداخل الشط، وحطب الوقيد السمر، حطب يشلوا الكويت والبحرين هذه يستعملوا الوقيد حطب لأنه متوقد في عمان للنار، هذه العمل متوقد. أما كيل الجنوب لا، ضايع ثاني للجنوب، أو عندهم ضايع جايبينها من الجنوب أو من الهند أيام الخريف، دخل السفن الصيانة نزل البضاعة اللي فيها حتى شهر سبعة، شهر سبعة حملوا البضاعة اللي جايبينها كان من الهند أو من أفريقيا أو من اليمن، حملوا الخليج لأي منطقة يبوهم. الخليج يجيبوا التمر عندهم، التمر أما من البصرة، من البصرة فمن شط العرب ولا من السعودية في ما مضى أول. أما الآن شوية تفرق، تحصل اللي من هناك لما يجيب تمر يجيب ديزل، يجيب قاعد اللي هو كروسين، وفي بضايع كذلك مثلا اللي توقف في الكويت وهنا قديم في عمان او في دبي ينقلوها من بلد الى بلد ثقيل كالرز والدقيق والسكر وما اشبه ذلك. ففي ناس متواجدين هني ما يسافروا الا الهند، يروحوا في السنه ثلاث مرات للهند من منصور او مسقط الى الهند، يحملوا مني بسر 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 يقول يسموه خلال مطبوخ، هو معروف باللهجه العمانيه البسر معروف، لكن غير العمانيين يسموه خلال مطبوخ، اصحاب الخليج يسموه خلال مطبوخ. وهذا يكون من ثلاث انواع من النخل، من المبسلي يكون بكثره قليل من بولارنجه ومدلوكيه قليل، لكن طلع عليها طيب يسموها الهند سكري، هذه مدلوكي بولارنجه يسموه سكري لانه اطيب عن المبسلي. من القادر تصدر الأسماك القافل والأسماك المملحة، كان اللي يسموه سمك الغرش وزعانف ماله وأسماك كالعاد وغيره، باقي ثلاث أسماك هي مقفة. وهنا منصور مثل منصور حمله بسر بسر أو إلى هين البسر إلى الهند. الأسماك تحمل قسم منها، أما اللي هي سمك الغرش إلى أفريقيا ولا اليمن، وما حد شيء من سمك الكنعد، ولكن للهنداء يحملوا كل كنعد حتى الله يكرمكم ربش من قدير حاسكية للسماد، السماد يحملوا من قدير حاسكية بكثرة إلى الجنوب، أو الساردين التالفة يحملوها إلى الجنوب يعني كسماد سموها الجنوب يسمدوه في التبق. رجوع من افريقيا حد يحمل من 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 رفيقي تيمورانجا ومن زبار ما نشتغل في اي بندر، سافر راسا الى الخليج الى عمان. احنا هاي عمان ننزل في صور حتى نعمل صيانه السفن وبعدين نحمل بضاعه الى الخليج مره ثانيه، ما نروح اخر موسم نروح الخليج الى اصحاب الخليج يروحوا مكانهم مواطنهم. والتحميل يكون هناك في انواع، في حطب اللي خبرتكم عنه قندل، في قهوه بن، في فحم، في بضائع اخر لكن تكون قليله مثل صليت والسمن والودك الشحم اللي هو عبريه عمانيين او حضارم
يحمل العمانيين يروح راسًا إلى مسقط أو إلى صور، وعنده حضارة يمر بهم الاشتحال والمكلة ينزل هناك بعد، إلا إذا كان أحد عنده حصبة اللي جاي بنا أو شحنته لسفينته إلى اليمن، مر اليمن نزل فرغ، أو إلى ظفار صلالة فرغ في صلالة. في ناس يعني ضايع الحمله للسجار من افريقيا يكون معكم في السفينه تجار؟ يكون احد في السفينه واحد في البر موجودين هناك هناك يحملوا هذه السجار الى منطقهم اللي تاجر مع مكان معلوم، وحد من اصحابنا يروح يحمل، ولكن الاغلبيه اصحاب السفن هم اللي يحملوا بضايعهم. وكيف يتم الشراء والبيع والاتفاق؟ عن طريق دلاليل، عن طريق الاسواق. اما موضوع الحطب من سمبرانق جلس صاحب السفينة يشيل لنفسه، يروح من سمبرانق يشتريه ويحمل لنفسه. أما القهوة أو السمن أو الصليت أو الفحم هذا بعض يكون لصاحب السفينة وبعض يكون للتجار. معروف العدد، عدد اللي يحملوه معروف، لأن لازم في وزن، مثل التمر معروف وزنه، يعني القلة هذه يسموها قلة مال التمر معروف كم كيلو فيها، وعرفوه كم استغل السفينة، خذوا منها. ثانيا لو شداد عليهم يشوفوا نزول السفينة في الماء، كيف نزولها في الماء على حسب، ولكنهم محددين يعرفوا إذا نولوا أو اشتروا يشتروا شيء محدد على قدر سفينتهم. الأخشاب كذلك تحمل من الأخشاب، حتى لو الأخشاب ما فيها وزن، ما مثل التمر اللي في الخن، لا تكون فوق عالية، فإنه يأخذ على راحته منها، حتى يكون حمل زيادة، ما في زيادة في الوزن، زيادة في البضاعة بس، الوزن ما في زيادة. السفر زمان الأسرع والدومي ما يخلى من المشاكل والأرياح، لأن الدومي يبطي في الطريق، يبطي تلحق عليه الأرياح تلحق الزواج، ولكن هم متعودين متغلمين على هذه الأشياء، نوخذي والبحرية اللي عنده، وهذه عادتهم متغلدين الصبر. قبل يسافروا هناك هم عارفين طريقة البحر كيف وكيف صبرهم، صابرين مستعدين للصبر، لأن كانوا يسموه الداخل فيه موقود والخارج منه موجود. صحيح. فهم تصيب في مريعة. أما إحنا وإحنا رايحين للهند كنا سافرنا في شهر تقريبا ثمان، استعجلنا شوي والرياح بعدها والأمواج البحر بعد ثائر، ضربنا ريح. وين؟ من سافرنا مرأة الحد طلعنا أول يوم شوي لا بأس، نهار ثاني عاد زاد عن الريح كل ما زاد، ولقيتنا أمطار الهند منك ورمينا الحمول اللي عندنا اللي مستبين عقينا بحر كل أربعة، والله تدفع علينا والله يعني نحن خاصة روحنا غيرنا أكثر من هذه السبع عليهم. وكيف كنتوا تتصرفون لما جيكم مثلا هذه الأمواج كذا موج كبير ورياح؟ يقول إذا لم تجد غير لسنة مركبا فما أحيانا المضطر إلى ركوبها رأس الرمح ريته. أكيد. إذا لم تجد غير لسنة مركبا فما أحيانا إلا ركوب. إلا ركوب صح فعلا. عرفت؟ فتتمسكون في أي شيء؟ يعني هذا شيء دائما سفينة، نحن نتمسكين في سفينتنا نصبر على البحر والطبيخ النار يمتنع علينا، ما نقدر نصبخ من الأمطار ومن الأمواج التراكم على السفينة، لأن محل اللي يولعوا فيه نار وسووا فيه الأكل مكشوف فوق، يعني فوق على سطح السفينة، الأمطار فيه والبحر فيه، يكون يعيشوا على التمر أو ماء وقليل أكل ما يهمهم، لأن هذا أثر ماري على هالم، مر على هالم سابقا عارفين كله، وعندهم استعداد للصبر والتغلب. سافر بحفظ الله، سافر وقت الغبشة، ترجع باكر دارك، الساحل ينادي. لم يبقى لدى النوخذة سعيد بن حميد الفنان العريمي
من السفر في البحر سوى الذكريات يحكيها لأبنائه وأحفاده الذين يحق لهم أن يفتخروا بصورة جدهم مع صور النواخذ الأبطال الذين سطروا أمجاد صور وتاريخها البحري. لأن السفر الإنسان ما يقدر يسافر وحده لو اشتاق وتهيئ، لكن لازم يكون عنده طاقم، عنده سفينة وعنده طاقم اللي يريحوه. أما الحين السفن عدمت، فهمت؟ والطاقم اللي أنت ترتاح له مش عندك ويو عندك راحوا، وأبقى الحين في ذاكر يا الذكريات، نذكر الماضي ونحبها يا الذكريات، نقول دوم نسمعها. لكن كرغب نسافر اليوم، لا نسافر من البحرية وسلاح يبعده، في سلاح تقدر من سلاحه، سلاح اليد اللي عندك، سلاح السفينة وعدة تدفئة، هذا سلاح، لأن لازم البحرية بقوة، غير قوة ما يشفي بحر. والحين ما عندي قوة. لا ما في قوة ولا صبر، منهم من بيصبر واحد ثلاثة أربع أيام على حيل تمر خلي يومين وثيابه كلها رطبة من المطر، وهاك من بيقدر يصبر. الحين مكيفات. الحين يقدروا يصبروا، لا يقدروا يصبروا ويشتغلوا في رمضان، هني في صور على حر صور في رمضان، يشتغلوا في السنة رمضان، يشتغلوا حطب حمل ونزل في الشمس، هل يقدروا اليوم؟ ما يقدروا. خلت شواطئ الرشة والسبط من سفن الغنجة، لكنها لم تخلو من جلسات ما بعد صلاة العصر، والتي ما زال النوخذة سعيد العريمي ومن معه من أهل العفية محافظين عليها حتى الآن.